والعودة إلى الدرجة الثانية، لكنه نجل لأن المركز رقم 17. جول 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 لويس سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة. لويس سواريز يسجل الهدف الشخصي الخامس له، الهدف الأول في المباراة لمصلحة برشلونة. ويأتي بالتالي، شوف 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 شنو اللي جرى، شنو اللي صار في هذه اللقطة. الباص الطويل خرج حارس المرمى كوير من مرماه لمصلحة برشلونة. هدفين لميسي، هدف لسواريز، وهدف ثاني لبرشلونة. الهدف الثاني لبرشلونة. رافينيا بعد أن سجل لويس سواريز الهدف الأول، يأتي رافينيا ويسجل الهدف الثاني. والأنصار ومشجعي البرشا في ملعب المولينون يحتفلون بهذا الهدف، الهدف الثاني. لاحظ وما يكون فيه مجال لإجراء يعني تبديلات كثيرة على التشكيلة. بالثالث الثالث 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 لنيمار. نيمار يسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. اليوم ما في لاعب اسباني سجل، لان لويس سواريز الاوروغوياني، رافينيا البرازيلي، والبرازيلي الاخر نيمار هو من يسجل الهدف الثالث. لكن عجبني بصراحه اللاعب اللي يتقدم ويصنع الهدف الثالث. 18 مباراه اليوم، المباراه رقم 18، لم يتمكن سبورتنج خيخون من الفوز على برشلونه. وربما الرابع لبرشلونه، أردا توران يسجل الهدف الرابع الشخصي الثاني له في الليغا، مع ابتسامة جوردي ألبا، مع ابتسامة إنيستا، مع الابتسامة التركية العريضة، مع ابتسامة ماسكرانو، مع الابتسامة الكتالونية الكبيرة الحاضرة، لأن الآن صارت 4-0. لكن لاحظ 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 اليوم الشاب الشينة، هذا اللاعب سيرخي روبرتو يصل البرشا خوزيه ماريا بيرتيميو، ويجلس فيه رئيس خوخون. نيمار نيمار يصل مرمى سبورتنج خيخون للمرة الخامسة. باقي جول واحد وتتكرر النتيجة التي حدثت في الكامبانو العام الماضي، والجماهير برشلونة تشير إلى الأهداف الخمسة. لاحظ أردا توران، ولاحظ الكرة البينية الجميلة.